طالبة وطالبة الصف الأول إعدادي، أهلا بيكم على منصة سكولة التعليمية، ومعاكم ميس منال أبو بكر. والسكند ترم، الترم الثاني، الترم ده إن شاء الله هناخد 6 يونتس زي الترم الأول بالظبط، بس المرة دي إحنا كل وحدة هنقسمها على 2 بارتس عشان يبقى سهل عليكم وفي نفس الوقت ما ياخدش معاكم وقت كتير. كل بارت هيكون فيه مجموعة من الفوكاب وإكسبريشنز ومجموعة من الإكسرسايز عليهم، وكمان هناخد معاه جرامر ليسون، درس جرامر واحد في كل بارت عشان يبقى سهل عليكم. مش هننسى برضو الريدنج، هنقرا مع بعض الريدنج ونشوف ازاي ممكن نطبقه في عمل باراجراف عن التوبيك بتاع الوحده، وكمان هناخد لانجويج فانكشنز، يعني بعض العبارات اللي ممكن نكمل بيها الديالوجز، وده السؤال دايما بيبقى صعب معانا. خليكم معانا لان احنا ان شاء الله دلوقتي هنبدا يونت 7. How was your weekend؟ هناخده على 2 بارس. فلو عايزين فيديوهاتنا توصل لكم، بليز لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. هناخد النهاردة مجموعة vocab about holidays زي planetarium, aquarium, fun fair, museum. These are all places where we can go on holiday، ممكن نزورها أثناء الأجازات بتاعتنا، وكل واحدة فيهم احنا ممكن نعمل فيها ايه، في كل مكان ممكن نعمل فيه ايه. هناخد كمان reading about people who are speaking about their holidays in these places. فاحنا طبعا ممكن ناخد مقتطفات او الايدياز اللي موجوده في الريدنج ونطبقها على الباراجراف بتاعنا، لان ممكن يقول لي write a paragraph about your own weekend او write about a fantastic day، فطبعا ممكن استخدم افكار الريدنج فيها. كمان هناخد الباست سيمبل، احنا خدناه قبل كده بس هنعتبره مراجعه. هناخد الفورم، نيجاتيف فورم، كويستشن فورم، وامتى بالظبط نستخدمه، بيعبر عن ايه، والكي ووردز بتاعته. يعني مثلا عشان احط فيرب ريجولر في الباست سيمبل زي كلين هتبقى cleaned، فيزيت هتبقى فيزيت، بلاي تبقى بلايد، دي ريجولر فيربس، مش محتاج غير اني ازود اي دي لاخر الفيرب. كمان الريجولر فيربس زي جو تبقى went، sleep تبقى slept، take تبقى took، هنا الفعل اتغير، تمام؟ عشان كده بنسميه الريجولر لان مش بينطبق عليه القاعده. خليكم معانا ونبدا مع بعض بارت 1. Aquarium. Aquarium هو متحف الأحياء المائية، وده it's a place where we can see different types of fish. ممكن نشوف فيه أنواع كتير من السمك وكمان من water animals. Planetarium. Planetarium اللي هو مبنى القبة السماوية، اللي هو إيه؟ هو مبنى ممكن نشوف من خلاله ال planets وال stars من خلال تلسكوب. Sports center. Shopping center. Fun fair. Football stadium. بولينج الي اللي هي صالة البولينج، هير كات، نيرفوس، اكزيبيشن اللي هو معرض، سكول كانتين، و بيتش، ميوزيوم، ريستورانت، فانتاستيك، ديزيشن، ويل، دايري، شارك، ويل، تشالنج. نفتكر كويس قوي مع كلمة دايري ان في كلمة تشبه لها بس هي دايري. بصوا في عكس بعض ال AI وال IE. diary اللي هي الألبان، أما diary اللي هي اليوميات. بعض بقى كمان ال expressions. have a haircut، go on the big wheel. يبقى لو أنا عايز أستخدم verb مع كلمة haircut إن أنا يعني قصيت شعري، يبقى اسمها I had a haircut أو I have a haircut every week أو every month whatever. Go on the big wheel. Go on the big wheel يعني أنا ركبت السائل الدوار اللي هي القلابة. زيها بالظبط ممكن أقول ride on the big wheel. دي أو دي. Do things و make things. الفرق do things يعني أنا عندي أفعال بقوم بيها، يعني زي مثلا do the washing up، do cleaning. لكن make حاجة مش موجودة أصلا وأنا صنعتها، اسمها هنا make things. زي make a model، بعمل نموذج أو زي ماكت يعني. Do a sport، مع كلمة sport تستخدم الverb do. Make a decision، يتخذ قرار. يبقى الverb اللي بيجي مع كلمة decision هو فعل make.
وإيجد. إيجد معناها يعني يبلغ من العمر كذا، يعني زي ما أقول this class for students aged from 10 to 12. نشوف كده مع بعض الريدينج. ريدينج ده يعني مجرد مقتطف من أكتر من يوميات. هنا one person speaks about his last weekend. فاحنا هنشوف هنا نموذج ليه، عشان انا ممكن استخدم الافكار اللي هنا في ان انا اكتب باراجراف بقى عن نفسي، لان ممكن يجيب لي باراجراف وده بيتكرر كتير جدا. write a paragraph on your weekend or your last weekend. فانا طبعا ممكن استخدم افكار من هنا، ممكن كمان استخدم اسماء الاماكن اللي احنا خدناها دلوقتي في الوكاب، وطبعا ادي نبذه عن كل مكان. يعني I went to the planetarium, I saw a lot of stars and I saw the planets, I went to the aquarium, I saw a great or a big number of types of different fish. يعني وهكذا. دلوقتي بقى هناخد كده مقتطف من قطعة reading. أنا عندي في الكتاب في المدرسة أكتر من قطعة reading كلها about diaries أو about weekends. إزاي الشخصيات دي أدت الويكند بتاعتها. طبعا أنا ممكن أخد من كل ده وأعمل أنا الباراجراف الخاص بتاعي، لأن طبعا ممكن يجي لي باراجراف وده بيكرر كتير. write about a fantastic day in your life. I'll write about your last weekend. Okay. فاحنا طبعا ممكن ناخد من هنا وكمان نزود من الأماكن اللي موجودة. Let's start. What a fantastic weekend. I went to Sammy's house on Saturday and we played football in the park. I don't usually like football, but all his brothers wanted to play. It was a lot of fun. يبقى كده أو فكرة. فكرة تانية. On Sunday, mom helped me with my homework. Then dad and I went to the sports center. It's great. There is a really big swimming pool. طبعا ممكن حد تاني يقول لي we went to the planetarium. We saw a lot of stars and we saw the planets. ونضيف كمان، يعني أنا ممكن أكتب أنا أكتر من مكان روحته في الويكند. We went to the aquarium and I saw different types of fish. Okay, we saw sharks and so on. Let's start about an exercise على الفوكاب والإكسبريشنز اللي خدناها. Choose the correct answer. Number one. We can see many ancient statues from the past in the Egyptian era. Hospital ولا center ولا museum ولا school. طبعا museum. Number two, people go to the to look at fish and other water animals, aquarium, cinema, pool, ولا court. تمام. Aquarium. A is a place where you can learn about stars and planets. Fun fair, stadium, sports center, ولا planetarium. When you are worried or frightened of something, you are happy, nervous, pleased, content. تمام. Nervous. خلينا بقى كده نبدأ الجرامر لسن. جرامر لسن النهاردة about past simple. الماضي البسيط. How to form the past simple. وإمتى بالضبط when we use it. Past simple هو الزمن الخاص when we speak about things that happened. Finished. خلاص. الأحداث اللي حصلت أو الأفعال اللي احنا عملناها وخلصت وملهاش علاقة بالوقت الحالي. اي تنس زي ما احنا متعودين هنشوف الفورم بتاعه، يعني انا بحط الفعل في الزمن ده ازاي. والنيجاتيف فورم طريقه النفي بتاعته، والكويستشن فورم، والكيوردز الكلمات اللي بتدل عليه، وليه انا بستخدمه اصلا. فخلينا كده نبدا. To form the past simple، عشان اكون الباست سيمبل او احط الفيرب في الباست سيمبل، انا عندي طريقتين، يا يعني اما لو كان فعل ريجولر ولا ايريجولر. مثلا بشوف زي فيرب زي visit. visit تبقى ايه؟ visited. يعني عملنا ايه؟ تمام. we added ed، بنزود لها ed. نقيس على كده زي الverb clean يبقى cleaned، play يبقى played، و study يبقى studied. بس اخد بالي ان الفعل study ends with y. y قبلها ساكن، حرف ساكن. يبقى لما اجي احط ال ed بحول y الى i وازود ال ed. يبقى عامة ال past simple بعمل form ازاي، بكونه ازاي؟ ان انا we add ed to the end of the verb، بحط ed لاخر الفعل. الكلام ده لو الفعل ده عندي هنا ايه؟ ها؟ تمام. regular.
regular يعني ايه؟ يعني منتظم، يعني تنطبق عليه القاعدة، ادي regular. اما بقى في بعض الافعال لا اللي شكلها بيتغير خالص، ودي بسميها irregular verbs، ادي regular irregular verbs، يعني افعال غير منتظمة، يعني لا تنطبق على القاعدة، يعني ما زود ما اقدرش ازود لها اي دي عشان احطها في الماضي. زي ايه؟ زي eat تبقى ate، drink تبقى drank، sleep تبقى slept. ودي بعرفها ازاي؟ بعرفها انها بتتحفظ. يبقى الريجولار الريجولار فيربس خلاص احنا عارفين انها بنزود لها اي دي او اي دي. الريجولار فيربس دي بقى احنا بنحفظها، وطول ما انتوا بتشتغلوا في الوحدات اكيد بتلاقوا تيبلز كده فيها تصريفات الافعال الريجولار. طيب ازاي بقى؟ يعني مثلا على سبيل المثال we had dinner out yesterday، انا عندي كلمه yesterday ف حاجه حصلت خلاص في الماضي امبارح، فاحط على طول الفيرب بتاعي في الباست سيمبل، ادي had اصلا I have. طب اللي تحتها she went to the movies 2 days ago، برضو ago من ضمن الكلمات اللي بتدل على الماضي البسيط، يعني معناها ان الحدث ده حصل في الماضي، يبقى اجي عند الفيرب واحطه في الماضي، go تبقى went. الكيوردز بقى الكلمات اللي لو لقيتها في الجمله بتاعتي هختار الفيرب الفورم بتاعه في الباست سيمبل، او لما اجي اعمل كوريكت هصحح الفيرب في الباست سيمبل، زي كلمه yesterday ago lost in زائد اي سنه في الماضي، مثلا 2011 2015 اي حاجه once. دايما ago هلاقي قبلها مده، يعني ago هلاقي هنا مده الاول، يعني مثلا a week ago، 2 months ago، 3 years ago، وهكذا. يعني عشان negative form بقى، عشان لو انا عندي جملة في الباست سيمبل وعايزة احولها الى negative احطها في النفي، هعمل ايه؟ احط didn't plus infinitive، يعني اجي بعد الفاعل احط الفعل، وقبل الفعل احط كلمة didn't والفعل هرجعه للمصدر. زي ما اقول ايه في الاكزامبل هنا، she didn't go to the movies، احنا كنا قلنا she went to the movies، لما جيت انفيها حطيت didn't اها قبل الفعل، وبعدين الفعل حطيته في الايه؟ في الانفينيتيف، وبعدين كملت باقي الجمله بتاعتي. طب الكويستشن، لو انا عندي في verb متصرف في الماضي البسيط في الباست سيمبل، يعني اخره اي دي او فعل هو irregular، تمام، يبقى انا هستخدم that كفعل مساعد، وبعدين subject، وبعدين ارجع الفعل للمصدر. زي ما اقول ايه؟ طب لو عندي question word، بعد ما احط question word بتاعتي اللي هي how why when what ايا كان، برضو احط did وبعدين subject وبعدين الفعل في infinitive. زي example did you have dinner، هي كانت الجملة we had dinner صح كده، بس لما حولتها لل question بدأت بدت ادي did وبعدين subject، وجيت بقى عند had رجعتها ايه للمصدر، تبقيت have dinner out yesterday. when did you ادي ال question word وبعدين did وبعدين فاعل وبعدين هذا في المصدر، يبقى سواء كان عندي didn't في النفي او did في السؤال الفعل هيرجع تاني للinfinitive او للمصدر. شوف كده exercise yesterday our family to our new house in Alexandria. yesterday بدأ بكلمة yesterday، يبقى على طول دي ايه بالضبط؟ past، هيبقى هنا moved moving are moved ولا were moved، تمام، بس simple هنا moved. number two Hassan traveled to Cairo a week، traveled خلاص في الماضي، انا عايز حاجة من كلمات الماضي، بس انا عندي هنا a week دي مدة جاية قبل النقط قبل الكلمة اللي انا هختارها، تبقى tomorrow ولا yesterday ولا ago ولا last، ايوة اللي بتيجي قبلها مدة وهي بتيجي في الاخر هي كلمة ago. number three you go to the park yes I did، هذا عندي did في الاجابة، يبقى السؤال كان بادئ بايه؟ ب did. it Friday yesterday it is ولا it has ولا it was ولا it were، تمام it was لأنه ماضي. read and correct the underlined words. number one
I have lunch in the school canteen yesterday. يعني طبعا عندي كلمة yesterday يبقى الجملة عندي في ال past simple. يبقى ما ينفعش have. يبقى have احطها فين؟ في ال past simple تبقى had. When did your English lesson? هي فعلا انا بسأل عن ال English lesson بتاعي كان امتى؟ يعني في الماضي. ما انا حتى did. اما ليه did هنا غلط؟ قالوا خدوا بالكم ان did انا مش هستعملها في السؤال اذا كان عندي فعل. والفعل ده انا بحوله لمصدر. يعني لو سؤال ما فيهوش مصدر ينفعش did. تمام؟ امال بدلها ايه؟ هبقى استخدم بدلها verb to be. يا was يا were. حسب بقى الفعل بتاعي مفرد ولا جمع. تمام؟ يعني انا هنا did ما تنفعش. انا ما عنديش هنا ايه؟ infinitive. did و didn't لازم يجي معهم infinitive في الجملة. ما لقيتش infinitive يبقى هما ما ينفعوش. وعايز استخدم في الماضي البسيط يبقى في الحالة دي انا هستخدم was او were. your English lesson في المفرد يبقى طبعا was. it's Monday today. النهاردة Monday. so it was Sunday. كان امتى؟ yes better tomorrow يبقى yesterday. This is the end of part 1 unit 7. how was your weekend? لسه طبعا برضو في بارت 2 هناخد فيه جرامر جديد. وياريت تشاهدوا الفيديو الجديد معنا. لو عايزين فيديوهاتنا توصل لكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. وما تنسوش كمان تروحوا على اللينك تدوس على اللينك اللي تحت الفيديو هيوصلكم لموقع سكولا. وهناك هتلاقوا شيت على بارت 1 هتحلوه. هو الكترونيك يعني مجرد انك تحط الاجابة بتاعتك هتوصلك الاجابة الصحيحة. هيقولك ده صح ولا غلط. كمان هنلاقي شيت تاني تحلوه لوحدكم وهيبقى نازل معاها شيت مجاب عشان تقارنوا اجاباتكم.